طيب، على ذكر أليسون بالتأكيد لازم أسألك عن أسطورتنا، أسطورة كرة القدم المصرية محمد ده صلاح، وهو يعتبر واحد من أساطير كرة القدم العالمية الآن. في رأيك، ما رأيك في مسيرة رائعة لمحمد صلاح في الملاعب الإنجليزية؟ محمد صلاح هو نجم، محمد صلاح هو أسطورة لليفربول، وفي هذه اللحظة هو أهم لاعب في ليفربول، والمشجعون يحبونه بشكل كبير، وليس فقط مشجعو ليفربول، وإنما محبو كرة القدم في العالم يحب ويحترم محمد صلاح بشكل كبير. إذا رأيت مبارياته هو رائع على مستوى واحد على واحد، على مستوى اللعب الجماعي، على مستوى اللعب من الجانبين. هو حينما تلعب ضد محمد صلاح وليفربول، لعبنا أمامهم منذ 3 أسابيع، خسرنا أمامهم 4-3، أحرزنا وتعادلوا، أحرزوا وتعادلنا، كانت مباراة مجنونة. ولكن محمد صلاح، نعرف أنه من الصعب أن تدافع أمام محمد صلاح. هو بطبيعة الحال هو نجم، هو أسطورة الدوري الإنجليزي في هذه اللحظة، هو أفضل لاعب في تاريخ مصر في هذه اللحظة، وأعتقد أنه من المهم أن يفوز المنتخب المصري بأمم إفريقيا، ليكون هذا إنجاز كبير لمحمد صلاح، وتكون مسيرة حافلة له، لأنه يستطيع الفوز بأي مباراة في أي لحظة. بالنسبة لي هو أفضل لاعب بالنسبة لي في هذه اللحظة. وهو أنا أتذكر نفسي حينما كنت صغيرا، حينما كنت في سن 12 وأتذكر أفضل اللاعبين بالنسبة لي، كنت أحب اللاعبين المصريين الذين لعبوا، مجدي عبد الغني كان لاعب رائع بالنسبة لي. أنا أتذكره حينما كان يلعب، لدي ذكريات رائعة. لاعب فني كبير على مستوى خط الوسط. في نهاية الثمانينات أعتقد أن منذ حوالي 34 عاما تقريبا، فالكرة المصرية تتحلى باللاعبين الرائعين. مجدي عبد الغني هو لاعبي المصري المفضل، والآن محمد صلاح هو لاعبي المصري المفضل.